السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نفس الميعاد بتاع الكوفي تايم زي ما احنا متعودين، هنكمل نفس الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها عن البورت ستيت، وبيبص على ايه، وبتوع الصين وبتوع استراليا وبتوع امريكا وكل الناس بيعلقوا على ايه الحاجات الجديدة. زي ما قلت مش هنتكلم عن الحاجات اللي هم المفروض ان كل البحارة عارفينها، لا، هنتكلم عن الحاجات البسيطة الصغيرة اللي هم بياخدوا بالهم منها انت ما بتاخدش بالك منها، لان مع ضغط الشغل ومع ضغط الظروف اللي انت فيها مش بتركز قوي زي ما هما بيركزوا. بس دي حاجات برضو جديدة وبقت اساسي لازم تكون موجودة في المراكب، ولو ما لقاش حاجة بيدور عليها، ولو لقى حاجة برضو بيدور عليها. فيلا بينا نبتدي ونشوف. يلا بينا. بص بقى، في بلدة الحريق بيبقى عندك طبعا كشاف. الكشاف ده بيبقى مع بدلة الحريق، بيبقى ببطارية، او بالبطارية دي بتتغير كل شوية. فطبعا انت ساعات ممكن تنسى تيجي قدام المفتش تشغل، ما تلاقوش يشتغل. ليه؟ لان انت ما عملتش تشيك ويكلي او حاجة من دي. فعشان ما تتعبش نفسك وتلاقي الريمارك ده جه، لان هم عارفين الحتة دي. هم بص، هدى ده بيتشحن زيه زي اي حاجة. قبل ما توصل حطه على الشاحن، انتهى. لا تغير بطارية ولا تجيب بطارية، لان البطارية ممكن تخلص فتضطر تطلب تاني وكل شوية وحدوتة. لا، على ايه؟ هات ده، ده هيبقى افضل وهينقذك في الظروف الصعبة. اول ما يقول حاجة اهو فضل فن بس وخلاص وانتهى الموضوع. تاني حاجة، شايف الايوم مو سيمبل ديت اللي هي الاي بي سي دي وال 1 2 3 4؟ دي حاجات ستاندرد من الايوم مو سيمبلز. ليه بقى انا جايب ديت؟ معلش، احنا الامبل اللي عندنا قديم شويه، بس برضو موجود لسه لحد دلوقتي متاح وبينفع على المراكب، بس احنا طالبين واحد جديد. يعني دول ايه بقى فايدتهم؟ هقول لك انا. بص بقى، في الصين بالاخص بيعلقوا على حاجات الاي مو سيمبل، لان هم عارفين ان كتير من المراكب بتنسى الستاندرد اللي انا وريتها لكم دي. ليه بقى؟ بص الريمارك ده، بص معايا، the quantity of two way VHF instruction not marked. ايه بقى معناها ديت؟ هقول لك. شايف دول كام واحد؟ 3. الكوانتيتي بتاعتهم، الكميه بتاعتهم لازم تبقى مكتوبه هنا 3 IMO simple، مش 3 stencil او ورقه انت حاططها وخلاص. لا، لازم تبقى IMO simple. وده بقى بيؤدي لايه؟ للريمارك اللي طلع عندنا لما قرينا الحته. انا طلع ليا سوبر يعني مفتش قال لي ايه بقى؟ قال لي لازم تكتب كده، تكتب روكت باراشوت توتال 6 بره هنا. دي بقى عند الصين لا، لازم تستخدم الاي ام او سيمبل. فاحنا عملنا ريكوزيشن جديد اول ما شفنا الريمارك ده، لان يعني ده ريمارك جديد بالنسبه لنا. انا حبيت برضو انوه عليه لان انا اول مره اعرفه بصراحه. فهيجي هنا وهنكتب 6 بالاي مو سيمبل، بس اول ما استقبلها ان شاء الله في المينا اللي جاي هحط هنا 1، هحط هنا 4. اي حاجه فيها تبع السيفتي لازم يكون مستخدم فيها الاي مو سيمبل. فعشان كده ده ريمارك عايز اقول لك انه بقى مشهور جدا من 2019 في الصين بالاخص. قريته هنا في كل المراكب من 2018 وجاي، وهم بيعلقوا على الحكايه دي في المراكب. فمعنى كده ان هم بيركزوا في الحته ديت. ليه؟ لان هم ما لقاش حاجه، فهو عارف القصه دي. رابع حاجة معانا البايب اندفيكيشن تيب. دي بقى من الحاجات بقى الجديدة خالص اللي بيركز عليها الرايت شيب بالاخص، والفلاج ستيت مثلا لو جالك لويد علق عليها عندنا في المرة اللي فاتت، فعشان كده عملنا عليها ريبوزيشن. برضو ما شفتهاش لان لسه الواحد خبرته مش كبيرة، بس هي موجودة، انا دايما بشوفها في الامبا، بس دي ما عايزينها في ايه. فطلع بقى ان انابيب الحريق زي اللي قدامك دي لازم على كل اول انبوبه حريق كده خط انابيب حريق من اوله كده تعمل الرمز ده بتاعه. يعني تقرا مثلا عندك بلاك ووتر، الرمز بتاعه بيبقى بالشكل ده، الريفرنس نمبر. السويج يبقى الرمز بتاعه كده، الفريش ووتر يبقى الرمز بتاعه كده، السي ووتر، البالاست ووتر، الكولينج ووتر، كلهم ليهم رموز اي ام او سيمبل بتيب، بيتعلق زي تيب كده اكوردنج للاي اس او.
دول لازم يكونوا موجودين عندك، ويكون موجود عندك البوستر ده موجود ومع موجود في الجنب اليمين بتاع المركب، الجنب الشمال من المركب عند الجانج واي او في مدخل الاكوموديشن، عشان الناس تبقى كلها فاهمه ايه اللي بيحصل اول ما تيجي تعمل ريكوزيشن لدول. شوف قصه غريبه، الناس كلها عارفه المفروض ان الاميشن سوت واللايف جاكيت اول ما بيطلع المفتش بيحب يعمل لهم ايه تيست كده الاول، اللايت ومش عارف ايه والسوستة والكلام ده كله، وبعد كده بقى بيقول ايه انا عايز الكرو يجي ويوريني هو بيعرف يلبسها ولا لا. خلي بالك هو ما بيبصش على حتة القصة دي، لانه هيطلع فيه ناس ما بتعرفش تلبسها، لان في كل المراكب نفس الحوار. هو بيبص على حتة المقاس. طيب هل المقاس مناسب للشخص الفلاني؟ اه. طب خلاص مفيش مانع. هل المقاس قليل؟ ريمارك على طول. طبعا لازم الكرو يبقى عارف بيلبس ازاي اللايف جاكيت وبيستخدمه ازاي وبيلبس الاميشن سوت ازاي، والقصه الطويله العريضه دي ملناش فيها، بس احنا هنا في السايز. لازم كل شخص عندك بقى كان تخين كان رفيع كان طويل تكون الاميشن سوت مناسبه عليه بالظبط. فده ريمارك مش جديد، هو قديم بس دلوقتي بقى منتشر. كل ما يطلع يختار يشوف واحد مثلا طويل قوي او واحد مليان شويه يقول له وريني الميشن سوت بتاعتك، لانه بيبقى عارف ان هو مش مناسبه عليه. دي قصه اولانيه. فانا اول ما بطلع مركب اول حاجه بشوف مين اللي عندي. طيب اتغير كرو وجي واحد تخين برضو، انا بقى بعمل حساب ازاي لما بلاقي في مركب، انا جيت هنا مثلا مركب دي ما لقيتش فيها خالص برضو، لان كانوا شغالين فيها فلبينيين دايما فوق قصيرين فكلهم مناسبين، رغم ان كان في واحد تخين بس هم ما عملوش بوزيشن. اول ما اطلع مركب بعمل ايه؟ باجي على طول بص على الكرو، لقيت في حد حتى لو الابطال او قصير قوي بطلب على طول، بفادي نفسي بنهي الموضوع عشان لو جه اهي موجود. طب اول ما بتيجي دي بقى، اول ما بتيجي الميشن سوت خلي بالك ما بتجيش بالاسم بتاع المركب ولا الفلاج ستيت، وانا عملت فيديو مخصوص على الحكايه دي. فاول ما يطلع اول ما تستلمها على طول اسم المركب والفلاج ستيت، وتبص عليها وتتاكد انها كويسه وتمام، اديها لصاحبها. صاحبها بقى لازم يبقى عارف يلبسها ازاي ويستخدمها ازاي، لان ساعات بيبقى ليها حاجات من دي. وطبعا ابديت سولاس تريننج مانوال على طول بالحاجه اللي انت الجديده عندك. خلي بالك سولاس تريننج مانوال ده من اهم الحاجات اللي هم بيركزوا فيها، لان هم عارفين ان هو مش بيبقى ابديت، فدايما انت تروح تبص عليه، ناقصه حاجه غيرها، مش ناقصه خلاص تمام. دي شويه الريماركات اللي انا حبيت اتكلم عليهم في الفيديو ده. كل شويه هنزود 5 6 10 حسب بقى الوقت وحسب الفيديو. أشوفكم فيديوهات تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.